السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم الأنباء من قناة عدن الفضائية. أجرى فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا مع رئيس هيئة الأركان العامة لواء الركن محمد علي المقدشي للاطلاع على مستجدات الأوضاع العسكرية في ضوء الانتصارات المتلاحقة التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وخاصة في جبهة نهم وبقية الجبهات. وشدد فخامة الرئيس على مواجهة الميليشيا الانقلابية بكل حزم وقوة حتى تتخلص اليمن من هذه الشرذمة الانقلابية التي دمرت مؤسسات الدولة وقتلت وجرحت واختطفت آلاف الأبرياء في سبيل العودة إلى العهود الإمامية الكهنوتية. وأكد فخامته أن اليمن سينتصر برجاله الأوفياء والشرفاء، وقد حانت لحظة تأسيس يمن العدالة والمساواة والحكم الرشيد الذي يتسع لكل أبنائه وفق مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي أجمعت عليه كل أطياف الشعب في تأسيس يمن اتحادي. وأبلغ رئيس الجمهورية رئيس الأركان نقل تحياته للجيش الوطني الجمهوري الذي يسطر بطولات عظيمة في سبيل استعادة النظام الجمهوري ومؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار، وأكد أن النصر بات قاب قوسين أو أدنى، وبشجاعة ووسالة أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية سيتم مطاردة عناصر الميليشيات إلى جحورها وسيتخلص اليمن من الميليشيات الهمجية إلى الأبد. بدوره تطرق رئيس الأركان إلى آخر المستجدات العسكرية في جبهة نهم التي يحقق فيها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية انتصارات عظيمة على الميليشيا الانقلابية، وأكد أن العمليات العسكرية في مديرية نهم ومختلف الجبهات تسير كما هو مخطط لها، وأن الجيش الوطني يحقق تقدما كبيرا بمساندة طيران قوات التحالف العربي. ولفت رئيس الأركان إلى أن معنويات الجيش الوطني مرتفعة وأن الجاهزية القتالية عالية والانتصارات متتالية، وأن الشرذمة الانقلابية سيهزمون، وأن العاصمة صنعاء باتت قريبة من التحرير واستعادة الوطن. وعرب عن شكره وتقديره لفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لمتابعته المستمرة لمستجدات الأوضاع العسكرية في مختلف الجبهات واهتمامه ببناء الجيش الوطني بأبناء الجيش الوطني ورعايته المستمرة لمنتسبي الجيش الوطني في مختلف المواقع، مواقع الشرف والكرامة. عاد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر إلى مقر إقامته المؤقت في العاصمة السعودية الرياض بعد زيارة ناجحة للإمارات استغرقت يومين، التقى خلالها بولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وكان الدكتور بن دغر التقى قبيل مغادرته بمبعوث الإمارات إلى اليمن علي الحبابي، وناقش معه التطورات الراهنة في العديد من الملفات المتعلقة بمدينة عدن ومجاورها من المحافظات المحررة. ونوه رئيس الوزراء بمتانة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين. رحبت المملكة العربية السعودية بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رفع اسم التحالف العربي من أجل السعادة الشرعية في اليمن من قائمة الجهات المسؤولة عن العنف ضد المدنيين. وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء أشاد في جلسته الاعتيادية التي عقدت في قصر السلام بمدينة جدة برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نائف بن عبد العزيز بالجهود التي بذلها الفريق المشترك المستقل لتقييم الحوادث في اليمن وبالنتائج التي توصل لها في رده على الادعاءات بارتكاب قوات التحالف انتهاكات في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل الهادفة لإعادة الشرعية إلى اليمن. قال وزير دولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توبياس إيلدن أن القلق يداهم بريطانيا حيال الدعم الإيراني للميليشيا الحوثي، بما في ذلك التقارير التي تفيد بأن إيران نقلت أسلحة إلى اليمن مخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي يحظر على إيران تصدير الأسلحة إلى اليمن. وجدد الوزير في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط تأييد بلاده لعمل المبعوث الأممي إسماعيل الشيخ، وأضاف نقدر جهوده من أجل الوصول إلى حل سياسي، مؤكدا أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في اليمن ووضع حد للصراع الحالي.
قال المتحدث الرسمي باسم المقاومة الشعبية في محافظة صنعاء عبد الله الشندقي أن مدفعية الجيش الوطني لم تعد قادرة على قصف مطار صنعاء الدولي فحسب، وإنما قصف عمق العاصمة صنعاء والمواقع العسكرية البارزة كجبلي نقم وعيبان وغيرها من المواقع. وقال الشندقي أن المواقع التي سيطر عليها الجيش الوطني خلال الأيام الثلاثة الماضية تعطي أفضلية كبيرة للقوات الشرعية، لأن هذه المواقع تسيطر على أجزاء كبيرة من مديريات نهم وأجزاء من المديريات المشاورة بني حشيش وبني الحارث وأرحب، واردف أن المعادلة على الأرض تتغير لصالح قواتنا. شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على مواقع عسكرية يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء. وقال مصدر إعلامي أن المقاتلات قصفت بأكثر من غارة جبل النهدين المطل على دار الرئاسة ومعسكر الحفا، بالإضافة إلى كلية الشرطة بمنطقة الروضة، وشهدت أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من المواقع المستهدفة. ذكر مصدر في المقاومة الشعبية أن عددا من القتلى والجرحى سقطوا في صفوف ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح أثر قصف مدفعي للمقاومة الشعبية استهدف تجمعا لهم في مديرية كرش. وأوضح المصدر أن الميليشيا المتمردة قصفت مواقع المقاومة الشعبية في الكراب والحدب بسلاح الهاون من الجول بمنطقة الشعب الأسود، عقبه رد عنيف من سلاح المقاومة على مصادر نيران العدو أوقع فيهم عدد من القتلى والجرحى. استشهد 8 أشخاص وأصيب 7 آخرون في انفجار لغم زرع في مديرية الوازعية بتعز. وقالت مصادر إعلامية أن 8 أشخاص استشهدوا وأصيب 7 آخرون بينهم أطفال ونساء جراء انفجار لغم أرضي، بينما كانوا على متن سيارة تقلهم عبر طريق الرابط بين مدينة تعز ومديرية الوازعية. وأشارت المصادر أن ميليشيا الحوثي وصالح زرعت عددا من الألغام في الطريق العام والطرق الفرعية قبل أن تتمكن المقاومة الشعبية والجيش الوطني من دحرها من المواقع التي كان قد سيطرت عليها في فترة سابقة. قتل 5 مسلحين من عناصر ميليشيا الحوثي وقوات صالح، وأصيب آخرون في اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيا الحوثي وقوات صالح جنوب غرب منفذ حرض القديم بمحافظة حجة، في حين تمكنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية من تدمير 3 دبابات في مدينة ميدي الساحلية. ووضحت المصادر أن طيران استهدف الدبابات الحوثية في المدينة حيث تمكنت من تدميرها وقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيات، كما شن طيران التحالف غارتين على وادي حيران بمحافظة حجة تمكن خلالها من تدمير منصة صواريخ تابعة للميليشيات بوادي حيران، كما شن الطيران خلال الساعات الأولى من فجر اليوم غارتين على مواقع الميليشيات الانقلابية في مفرق المشبر شمال مدينة حرط. انتهى موجز الأنباء، إلى اللقاء.